طب سؤالي، لا مطار سفنكس ان شاء الله يفتتح باذن الله قريب، لان احنا كان كل توقيتاتنا ان احنا لازم يفتتح قبل المتحف الكبير باذن الله. هل في موعد لافتتاح المتحف الكبير؟ انا رحت اول امبارح المتحف الكبير، قضيت مع زملائي هناك 7 ساعات نلف في القاعات. احنا كل التوجيهات اللي عندنا الانتهاء تماما من المتحف قبل نهاية العام. اما الافتتاح ده بيتدرس مع فعاليات كبرى اخرى بتحضرها الدولة المصرية، وفضوء الموقف السياسي العالمي، وفضوء تنظيم الكاب، لان احنا النهاردة بننظم الكاب ان شاء الله من 6 نوفمبر، فانت العالم كله عند حضرتك من اول نوفمبر في شرم الشيخ. على العموم ده يكون معاد مناسب جدا، يعني الرؤساء والملوك والامراء والشخصيات الشهيره والعالم كله بيبص عندك، هيبقى يعني اتراكشن جاي لك لوحده، فيبقى حظك عبقري لو فتحت في الوقت ده. في وجهتين نظر يا عمرو بيه. وجهه نظر استغل الزخم ده وهات كل الناس قبل الكوب بيومين، افتتح واطلع على الكوب. وجهة نظر تانية من ناحية ترويجية، يقول لك لما يبقى عندك بطلين كبار قوي ما تعملهمش في 48 ساعة، انت محتاج اكسبوجر قوي على ده، فبيقول لك حرام تعمل المتحف وبعديها بيوم كل الميديا تروح تتكلم على حاجة غيره. والله يا فندم يعني انا مش متخصص، ما فيش حاجة تغطي على المتحف يعني طبعا، مهما يعني مع احترام لكل الاحداث، المتحف متحف، فيعني ان شاء الله ربنا تاخدوا القرار جدا. وتاخدوا القرار السليم ان شاء الله. احنا دلوقتي مركزين ان احنا نخلص شغلنا في التوقيتات المحدده، وبصراحه الجميع بيساعدنا، يمكن يعني كل اجراءاتنا وكل حاجتنا بتخش بسرعه، في حاجات مستورده دلوقتي في الفاترين والاضاءه، كل الحاجه بتخش بسرعه، وكل اجهزه الدوله بصراحه معانا على المتحف الكبير. ولا انا شفت اول امبارح، يعني كل مره اروح بلاقي حاجات احلى واحلى، وان شاء الله يكون مفاجاه كبيره، يكون اضافه سياحيه كبيره جدا للدوله المصريه، ويفتتح في التوقيت الانسب كله ان شاء الله، يعني متابعه ويجيب سياح كتير باذن الله. ما اظنش عندكم مشكله اثار، لو عايزين قولوا لي يعني. لا يا فندم انا بطلنا نعمل اكتشافات، اصل حضرتك بتقعد تطلعوا غاز لا انا عايز غاز بصراحه، كفايه اثار أنا عارف. يعني يعني انا بصراحه كده كويس قوي، ربنا يخليك. شكرا ليك يا فندم. انا اللي بشكرك يا عمرو بتحياتي يا فندم. شكرا شكرا.